بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم أصدقائي الأعزاء. هنكمل كتاب القصة الحقيقية ريا وسكينة، والجزء رقم 14. بيتناول الكتاب في جزء النهاردة اعترافات محمد عبد العال الحقيقية أمام سليمان بك عزة. عناوين حلقة النهاردة: وحضرت أمي من البلد، ورق الطلاق سكينة، كلمتها من باب الرأفة، يا جدعان ده حرام، وتاني يوم رحت الشغل، أنا مش عاوز، من أجل العيش والملح، حسب الله يركب الكهرباء، جثة مين دي؟ قتلت واكتب عندك. بعد ريا وسكينة جاء الدور على محمد عبد العال. تأكد محمد عبد العال أن زوجته سكينة قد اعترفت بتفاصيل جرائم قتل النساء. قال محمد عبد العال لوكيل النيابة أو لسليمان بك عزت: أمر لله وحقول الحق. وبدأ محمد عبد العال اعترافاته من البداية، من بداية لقائه بسكينة، واللي كانت رغم مغامرتها العاطفية وزي ما قالت لوكيل النيابة: حتى الآن ما زلت أحب عبد العال. وحضرت أمي من البلد. قال محمد عبد العال: عرفت سكينة أول ما عرفتها من 7 سنين، كنت وقتها ساكن في كفر الغاطس، وكانت سكينة ساكنة مع أختها ريا، وبيتهم كان كرخانة، وفي الوقت ده كانت سكينة مصاحبة واحد اسمه محمد سداد، وكان صاحبي ودايما نمشي مع بعض، لكن لاحظت انه لما يكون ماشي معايا بيجي لغاية بيت سكينة ويسيبني ويدخل، فبحثت لغاية ما عرفت انه مصاحب سكينة، وفضلت وراه لغاية ما منعت رجله عن البيت بتاعها، وبعدين صحبتها انا واخدتها من البيت واجرت لها بيت تاني في باب سدرة، وقعدنا في البيت ده 6 شهور، وكنت كل يوم اروح شغلي وارجع لسكينة لاني عازب ومليش اهل في الاسكندرية. طبعا الكلام ده مش مظبوط، لان محمد عبد العال كان له والده عبد العال احمد طه وعمه وشقيقه محمود اللي كانوا موجودين كلهم في مدينة الاسكندرية. وبعد كده عزلت اختها ريا فروحنا سكننا معاها، لقينا حالها زي الاول، وسكينة لم يعجبها الحال، فعزلنا في بيت وراء سيدي عماد، واخدنا الدور التحتاني ب4 ريال، لكن ريا وحسب الله جم سكنوا معانا، وكانت ريا على نفس حالها، فالجيران في الحارة خلونا نعزل، ورحت انا وسكينة سكننا عند سوق الجمعة، وبعد كام يوم سافرت السلطة، ولما رجعت لقيت سكينة رجعت لريا تاني فزعلت، واخدتها وسكننا في بيت السمني في شارع ماكوريس، طبعا اللي هو بيت الجمال 5 حارة ماكوريس. وبعد شهر رجع زوجها احمد رجب من السلطة واتطلقت منه، وبعد شهور العدة تزوجتها، وكنت اروح شغلي الساعة 10 مساء، وارجع تاني يوم الساعة 8 مساء، اقعد 2 ساعة وارجع الشغل تاني، ووفرت من شغلي 2 قرش، وعرضت على سكينة نشتري قهوة، وفعلا اشتريناها، ولكن بعد 2 شهر حضرت امي من البلد ونزلت عند محمود اخويا، وتاني يوم الصبح اخدت هدومي من عند سكينة ووديتها عند اخويا، لاني ما كنتش عايز امي تعرف اني تزوجت. وسألتني امي: هي هدومك دي كانت فين يا محمد؟ قلت لها: انا كنت عند واحدة خدماني ومنظفاني وبتغسل لي هدومي، ولما تيجي هنا يما ابقي سلمي عليها وكرميها. وفعلا حضرت سكينة وشافت امي وسلموا على بعض وتعشينا كلنا، والساعة 10 مساء قالت لي سكينة: يلا نروح. قلت لها: ما يصحش تبقى امي جاية من السفر واسيبها وبات برا، وما تنسيش ان لسه ما قلتلهاش اني تزوجتك. ردت سكينة: لازم تروح معايا. قلت لها: لا. وفجأة لقيت امي سمعت كلامنا وجاي علينا ورقة طلاق سكينة، وسألت أمي سكينة: انت بتكلميه كده بأي صفة؟
ردت سكينة يطلع أخوه محمود معايا وأنا أقوله. قالت لها أمي اللي رايحة تقوليه لمحمود هيقولهولي، الأحسن تقولي دلوقتي قدامنا. ردت عليها سكينة مادام مفيش حاجة بتستخبى، ده جوزي وأنا متجوزاه. سألتها أمي أنت اسمك إيه؟ قالت لها سكينة اسمي سكينة. قالت لها أمي هو أنت بقى سكينة اللي حيشاه عني دلوقتي 4 سنين؟ ده أنا جاي علشانك، ورأيك إيه إن محمد مش هيروح معاك ولازم يطلع لك ورقة طلاقك حالا؟ ورغم إن يومها كان وقفة العيد الكبير وصابح عيد، لكن سكينة عملت عركة وشتمت أمي وأبويا وأخويا وعملت دوشة في البيت ومسكت فيا علشان أروح معاها، وخرجت فعلا معاها. وقالت لي سكينة يلا نروح البيت. قلت لها لا أنا لازم أشوف مأذون دلوقت وطلع لك ورقة طلاقك. وفعلا فضلت أدور على مأذون ملقتش، ولما أردت أرجع عند أمي سكينة مرضيتش، وكنا واقفين قدام الكراكون، فهي مسكت فيا وأخدت تصوت لغاية ما حضر شاويش وأدخلنا الكراكون، والمأمور أمرني أروح معاها البيت وطلقها الصبح. وفعلا الصبح أحضرت المأذون وطلقتها. طبعا دي كانت ليلة وقفة العيد الكبير في أوائل شهر سبتمبر أيلول سنة 1919، والمأمور اللي أوصى محمد عبد العال أنه يروح يبيت مع سكينة ويطلقها صباح اليوم التالي كان هو بشارة أفندي نصحي مأمور اسم شرطة كرموز. كلمتها من باب الرأفة. يكمل عبد العال القصة، وامتنعت عن سكينة قد 20 يوم لغاية ما بعتت لي رسالة في الوابور اللي بشتغل فيه، فطلعت لقيتها فوقفت أتكلم معاها من باب الرأفة. فقالت لي سكينة لما تخلص شغلك ابقى تعالى نقعد شوية في البيت. وفعلا لما خلصت الشغل رحت لها وتعشينا وسبتها ومشيت، وفضلت على كده كل كام يوم أروح أقعد معاها شوية وأرجع أنام عند أمي. وبعد 3 شهور جابوا حرمة في بيت ريا اللي في شارع علي بيك الكبير، وشربوها خمرة وأرادوا أن يأخذوا أساورها فلم يقدروا عليها، وخرجت الحرمة من البيت. كده بيبدأ محمد عبد العال سرد وقائع قتل النساء، وبيحكي عن الضحية الأولى خضرة بنت محمد اللامي أو هانم. وبعد 10 أيام رجعت نفس الحرمة اللي هي خضرة بنت محمد اللامي، وكنت عرفت إن سكينة رجلها بتوجعها ونايمة عند ريا. وأنا رايح أزورها قابلت في الشارع حسب الله وعرابي وعبد الرازق، وقالوا لي تعالى إحنا عاوزينك في البيت. رحت معاهم لقيت الست دي قاعدة، وقال لي حسب الله الحرمة دي عاوزين نموتوها وناخد الصيغة اللي معاها. سألته أنت ومين؟ قال لي إحنا التلاتة وأنت رابعنا. قلت له مش حرام نقتل علشان طمع في الدنيا؟ قال لي ملكش دعوة، إن كنت معانا وحصل شيء هتاخد نصيبك، وإذا ما كنتش معانا وحصل خطر هنتهمك معانا. فقلت في عقل بالي مادام تهمة بتهمة خليني معاهم أحسن. ودخلنا إحنا الأربعة البيت وقعدنا مع الحرمة، وريا جابت لنا نبيز. ولما الحرمة سكرت حسب الله مسك منديل وعرابي منديل وعبد الرازق منديل، وعرابي حط المنديل في حنك الحرمة، وحسب الله مسكها من رقبتها وعبد الرازق من إيديها، وأنا مسكتها من رجليها لغاية ما الحرمة ماتت. يا جدعان ده حرام. وقمنا حفرنا لها ببلطة صغيرة ودفناها تحت الدكة، الدكة اللي هي الصندرة، بعد ما أخدنا منها جزء أساور وخلخال خلعهم عرابي. وتاني يوم الصبح ريا وسكينة أخدوا المصاغ وراحوا باعوه عند علي الصايغ، وقسمنا التمن على 6. وبعد 20 يوم كنت بشتغل في وابور خريمي، فحضر لي عرابي وحسب الله وعبد الرازق الساعة 3 الظهر، وانتظروني على قهوة لغاية ما خلصت شغلي، وقالوا لي احنا جايبين واحدة معاها صيغة وعايزين نموتوها. قلت لهم يا جدعان ده حرام، وانا مش محتاج لشيء زي ده، انا شغال. قالوا لي احنا دكينا وافتقرنا ومعناش فلوس، ونصبوا عليا فروحت معاهم.
لقيت حرمة قاعدة في الأوضة مع ريا وسكينة، وكانت سكرانة 24 قراط وأنا مش فاكر اسمها، وراحوا داخلين عليها زي الغلان وكتموا نفسها وأنا مسكتها من رجليها لغاية ما موتوها. وكانت لابسة 3 غويشات ذهب وغويشة بدلاية وخلخال فضة، وكانت طويلة ونشفة وعينيها مبكررة، وعرابي قال عليها إنها صاحبته. وبعد كده حفرنا ودفناها تحت الدكة. وفي نفس اليوم راحت سكينة وريا باعوا المصاغ، واحنا انتظرناهم في البوظة بتاعت البربرة عند الطرطوشي، واخدت نصيبي 2.5 جنيه ومشيت. طبعا دي كانت الضحية التانية، نزلة بنت ابو الليل فتح الباب. وبعد شهر تقريبا الجماعة دكوا يعني افتقروا، وباعوا هدومهم، وكانوا كل يوم ييجوا ليا يشحتوا مني ريال او نص ريال. وفي يوم حضروا ليا في الوابور، قلت لهم خبر ايه؟ قالوا لي في واحدة جبناها في البيت. قلت لهم يا جدعان ما تيجوا تشتغلوا معايا وتاكلوا من الرزق المقسوم، ده مشيكم في الحاجة دي يقصر العمر. قالوا لي احنا ما ولفناش على شغل ولا نعرفش الا الشغلة دي، وغصبوا عليا فروحت معاهم. لقيت واحدة ست قصيرة ومركبة سنة ذهب، بيضة وسفيفة ولابسة جلابية بصمة وفيها نقط بيضاء وملاية قريشة، ولابسة جوزين غوايش ولبة وحلق. وكانت هي وريا وسكينة سكرانين وبيلطشوا في بعض هزار، فقعدنا معاهم. وبعد شوية راحوا قايمين عليها وكتموا نفسها زي كل مرة، وأنا مسكت رجليها وحفرنا لها تحت الدكة ودفناها في الوسط بين الاتنين اللي فاتوا. وبعد شهرين كانوا الجماعة دكوا وافتقروا تاني، لكن لما كانوا يطلبوا مني فلوس كنت أرفض، يمكن يروحوا يشتغلوا. لكن في يوم حضروا ليا برضو في الشغل وأخدوني، رحت معاهم لقيت واحدة معاها بنتها وعمرها 8 سنوات. محمد عبد العال دلوقتي بيحكي عن الضحية السادسة، مجهولة الاسم مجهولة اللقب، وكان محمد عبد العال هو الوحيد اللي تذكر هذه الضحية، واللي من المرجح او اللي احنا بنأكد ان هي دي الضحية اللي تم اخراجها من قبرها في اوائل شهر سبتمبر ايلول سنة 1920 لدفن الضحية رقم 12 خديجة مجهولة اللقب، وتم إلقائها في خرابة شارع الوسطي، أي إنها هي جثة الخرابة. قلت لهم يا جدعان ده حرام، الولية دي صاحبة عيال. قالوا لي إحنا ما عندناش فلوس. وكانت الحرمة عندها 32 سنة تقريبا، ووسط لا طويلة ولا قصيرة وبيضة شوية. فدخلنا الأوضة وقعدنا مع النسوان، وبعد شوية قاموا عليها بالمناديل وأنا مسكتها من رجليها لحد ما خلصوا عليها وقلعوها جوز الأساور والخلخال الفلصو والحلق، ودفناها فوق اللي قتلناهم في الأول خالص. وأنا أخدت نصيبي 50 قرش أبيض، وتاني يوم رحت شغلي أنا مش عاوز. وفي ليلة كنا قاعدين نشرب في دكان النص، وإذا بريا وسكينة داخلين على البيت ومعهم واحدة. وبعد شوية حضرت ريا وأخدت كونياك ورجعت، وفضلوا يشربوا مع الحرمة لغاية ما سكرت. وحضرت ريا وندهت لنا، فدخلنا احنا الأربعة انا وعرابي وحسب الله وعبد الرازق، لقينا الحرمة سكرانة ونايمة، وكانت تخينة وحلوة ومركبة سنة ذهب، وكانت طويلة وبيضة ولبسة ملاية حرير وجلبية حرير سودة مشغولة بحرير أزرق، ولبسة جوز أساور ذهب ولبة وحلق ذهب وخلخال فضة وخاتم ذهب حريمي وخاتم ذهب رجالي. ونزلوا عليها هم التلاتة، وأنا ملحقتش أمسك رجليها ولا أديها لأنهم كانوا موتوها وقلعوها مصاغها ودفنها تحت الدكة. وبعد 15 يوم راحت ريا وسكينة وأحضروا البنت حجازية. طبعا محمد عبد العال حكى دلوقتي عن الضحية الخمسة نبوية بنت جمعة زوجة الحاج حسين علي وفيق، وهيبدأ يحكي دلوقتي عن زنوبة بنت محمد موسى الشهيرة بحجازية. وبعد 15 يوم راحت ريا وسكينة وأحضروا البنت حجازية، فسألت ريا خبر ايه؟
قالت لي البنت دي بتيجي هنا ومعها ختمين وحلق عاوزين ناخدهم منها. قلت لها يا ناس حرام عليكم، طوبوا لكم يوم، حتى الختمين اللي شرياهم البنت ولم تفرح بهم عاوزين تموتوها وتاخدوهم. قالت لي انت ملكش دعوة تعالى. قلت لها انا مش عاوز، انا راجل بشتغل وانتم مقطوعين للشيء ده، لا انا عاوز امشي معاكم ولا اقعد معاكم. ومشيت، لكن حسب الله وعبد الرازق حصلوني في الشارع ورجعوني البيت تاني. وقلت لهم انا مش عاوز، قالوا لي ان ما جتش معانا هنمسكها مسكة هينة ونخليها تصرخ وتلم الناس، ولما يظبطونا هنقول كلنا انك معانا. طبعا في خطأ هنا، لان عبد الرازق لم يحضر عملية الضحية السبعة زنوبة بنت محمد موسى الشهيرة بحجازية. فقلت لنفسي مدام وقعت في المزنوق اغصب على نفسك، ورجعت معاهم وريا احضرت خمرة وقعدنا نشرب، وبعد شوية قاموا عليها وانا قمت من ضمنهم ومسكت رجليها وكتموا نفسها وماتت ونزل دم من راسها لانها اتخبطت في الارض. وريا وسكينة باعوا مصاغها بتلاتة جنيه ونص وكان نصيبي تلات ريالات. وسافرت بلدنا ورجعت بعد عاشوراء بخمس ايام، وبعد رجوعي رحت المحطة اجيب صفيحة سمن من بلدنا بالسكة الحديد، وخرمت من باب سدرة فلقيت حسب الله ماشي في الشارع ما شاء الله زي ما يكون واحد عنده بيت ملك وباعه، صوابعه فيها دبل ذهب وخواتم ومحبس ولابس جزمة تفصيل وبلطه وحاجة هيئة خالص. فقلت له ايه ده يا حسب الله جرى ايه؟ فقال لي انا نزلت القمار لعبت وكسبت وحتجوز، وان شاء الله بعد كام يوم تبقى تيجي تشرب قهوة عندي. فتركته ومشيت، وكنت ناوي لأعرفه ولا أعرف الجماعة دول تاني حتى سكينة ذات نفسها، لكن حسب الله راح لسكينة وقال لها إن محمد عبد العال رجع من البلد فحضرت لي في الشغل، وقالت لي مش هو مش عيش وملح، إزاي ترجع من السفر ولا تجيش تسلم علينا. قلت لها أنا والله لا عاوز أسلم عليكم ولا حتى أشوف وشكم. سألتني ليه جرى إيه؟ قلت لها انتم ناس عضيتم في الرمة قوي وبقيتم اصحاب صيغة واغنية وانا مش بتاع كده. قالت لي احنا ما عملناش حاجة. قلت لها طيب روحي دلوقت وانا لما خلص شغلي هفوت عليك. لكن لما خلصت شغلي رحت عند صاحبتها مريم الشامية، وهناك سمعت انها بعد سفري عرفت واحد اسمه سلامة وانه كسر بنك وسرق وهرب عندها، والبوليس ظبطهم واخدوهم هما الاتنين على الكراكون. فاخدت بعضي ومشيت، وقلت في نفسي مادام عرفت واحد تاني وانا كنت جوزها ما يصحش ابين لها نفسي ولا اروح لها. وبعد جمعتين مرت سكينة عليا في الوابور اللي بشتغل فيه، وكانت راجعة من الملاحة وجايبة سمك شايلها البنت عزيزة اللي كانت عندها. وسألتني سكينة جرى ايه ما جيتش ليه؟ قلت لها الليلة ديت رحتلك عند مريم سمعت كلام مش كويس فزعلت وقمت. قالت لي سكينة لا ده سلامة كان طالبني زي شهدة وقال اني مراته وقاعد معايا في البيت. فانا طلعت على الكراكون صدقت على كلامه ورجعت، سألت عنك مريم قالت انك مشيت وهو لغاية دلوقتي محبوس وانا مفيش مودة بيني وبينه. قلت لها لا مودة ولا غير مودة، انت مش على ذمتي. ردت سكينة وقالت لي والعيش والملح انت لازم تيجي شوية. قلت لها طيب. وقابلتها بالليل وقعدنا عند كرياكو شوية وبعدين سبتها ومشيت. وبعد كام يوم حضرت ليا في الشغل وقالت لي انهم عاوزيني في البيت، وان حسب الله كان جاي معاها لكنه ركب الكهرباء ورجع تاني. ورجعت معاها لقيت حسب الله قاعد وقال ان سكينة رايحة تجيب البنت اللي معاها في البيت. قلت لهم فردوس حرام عليكم يا شيخ دي معاها بنت صغيرة. وده دليل على ان فعلا فردوس كان لها بنت صغيرة اللي هي حسنة، واللي ظهرت بعد اعدام العصابة باكتر من سنتين لما طلبت ام فردوس خديجة السودانية بالمتعلقات الخاصة بفردوس عشان تقدر تنفق على بنتها الفقيرة حسنة.
ردت ريا وقالت يهبل دي معها جوز مباريم ونستنينا شوية أمها تاخده منها وتسافر. وبينما نحن في الكلام إذا بسكينة دخلة ومعها فردوس وكانت قالت لها إن عندها مطرح فاضي. وبمجرد ما طلعت بحجة إنها تجيب المفتاح هجم عليها حسب الله وحط المنديل في حنكها وقال لي امسك المنديل اللي على حنكها. فمسكته وهو جاب منديل تاني ولفه على رقبتها وأنا فضلت حاطط إيدي بالمنديل على حنكها وهو لافف المنديل على رقبتها لغاية ما ماتت فردوس وقلعها الصيغة وهدومها. ولما أردنا ندفنها وجدت إن فيه جثة جديدة فسألته إيه دي يا حسب الله؟ قال لي دي واحدة جبناها وانت مسافر. وهنا يستوقفه سليمان بك عزت ويعيد استدعاء ريا ويسألها لمن كانت هذه الجثة وتلقي ريا بالمفاجأة وتقول جثة أنيسة وتروي كيف أن عبد الرازق أحضر أنيسة معه بعد العيد بحوالي 10 أيام وقتلوها ولم يكن عبد العال موجودا بل كان موجودا في بلده بل إن سكينة لم تكن تعلم شيئا عن حادث قتل أنيسة وإن كانوا قد أعطوها حصتها من ثمن المصار. وبعد أن انتهى محمد عبد العال من اعترافه أمام سليمان بك عزت كان على سليمان بك عزت أن ينتقل إلى الضلع الرابع من مربع الشياطين حسب الله سعيد مرعي. استدعاه سليمان بك عزت وقال له يا حسب الله زوجتك ريا وأختها سكينة وزوجها عبد العال اعترفوا عليك ولا يعقل أن تدفن 10 جثث في بيتك ولا تعلم شيئا عنها ونحن غرضنا أن نعرف الحقيقة حتى لا نظلم أحدا. وهنا يرد حسب الله أنا قتلت واكتب كده عندك. وده إن شاء الله هيكون موضوعنا في الحلقة القادمة الجزء رقم 15 من كتاب القصة الحقيقية ريا وسكينة واعترافات حسب الله سعيد مرعي. بتمنى ان الفيديو يكون نال على اعجابكم ورضاكم وحب انوه ان في بعض الاخطاء اثناء قراءة الكتاب انا بصلحها يعني مباشرة وما بنوهش عنها. اتمنى ان الفيديو يكون نال على اعجابكم ورضاكم ومنتظر ارائكم واسئلتكم في التعليقات. دمتم اصدقائي الاعزاء بكل الخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.